مساء الخير اعزائي المشاهدين برنامج فضفضه مع روبير بيحييكم من مدينه الانتاج الاعلامي في في 6 اكتوبر مساء معطر بريحه الامل بريحه بكره اللي جاي احسن بريحه حلوه احنا كلنا عايزين نشمها بس هنشمها ازاي واحنا في الاستوديو هنحاول ننقل لكم ريحه امل ريحة بكرة أحلى مع رمز للأمل في بكرة رمز للإلهام معايا المهندس العالمي جهاد زكريا وحلقة النهاردة بعنوان أنا والقيامة مساء الخير مساء النور يا منورنا كالعادة نورك والفضفضة معاك ملهاش آخر وتبقى فضفضة جديدة أصدقائي على الفيس وعلى الواتس بيسألوني هو المهندس جاي تاني هيقول إيه جديد؟ خلاص بس إحنا عندنا جديد وحضرتك أديتنا عنوان في نهاية الحلقة اللي فاتت أنا والقيامة. عنوان كبير عنوان يخض عنوان يشد نقدر نستفيد من حضرتك ونتعلم إيه المقصود بأنا والقيامة. تفضل أولاً مساء الخير و... وانا بشكرك على استضافتي للمرة تالتة وعلى و... طول معايا حبيبي ربنا يكرمك أ... بس هي انت بتلقط مني كلام وانا بقول كلام كده وفي الاخر بحس ان انا شلت شيلة ولازم اكملها يعني لازم اكمل بقى الموضوع فاحنا قلنا اخر كلمة الحلقة اللي فاتت قلت لك انا والقيامة هي... هي فعلاً طلعت ارتجالي مني كده تمام وانا خدتها <applause> وبنيت عليها حلقة أوه. هنا الشطارة أه جهاد زكريا لما كتب كتاب وعلى الهوى وبزنقك أه مذكرات ليك انا والقيامه عايزين نعرفها للملايين اللي بيشوفونا ايه المقصود؟ هو المذكرات اللي كتبتها هي صراع دايما الانسان كل واحد فينا عنده صراع داخلي الصراع ده يا اما بيطلعك خطوه لقدام وبيخرج حاجه كويسه يا اما بيخليك تيأس وتوقف محلك سر يا اما بيخليك يعني حاجه كده اللي هو ايه بين بين ما انتش عارف انت رايح فين او انت بين بين زي ما بيقولوا ايه فانا والقيامه القيامه هي يوم كلنا نعلمه تمام بغض النظر عن دينك ايه لنا قيامه احنا اليوم كلنا نعلمه اه اللي انا عارفه ان القيامه لا يعلمها غير الله لا نعلم ان في قيامه نعلم ان في قيامه اسف آه. تمام كده آه. لكن ما نعرفش ميعاده امتى بالظبط تمام يا فندم كلنا عايزين نروح يوم القيامه ده بحاجه كويسه اكيد بنسعى ليه ان احنا رايحين يبقى معانا رصيد كويس طيب ما ل... 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 هنقول للاسف ان الرصيد بتاع الدنيا مش بالسهل الرصيد بيزيد كل ما يكون عندك صبر وعندك جلد وعندك حسن ظن باللي خلقنا فاما قلت انا والقيامه الفكر كله هو صراع بين بدايه وبين نهايه بدايتي وانا جاي لا حول ولا قوه لي ما عنديش اي امكانيات ما اقدرش حتى اكل لازم حد ياكلني لازم حد يراعيني لحد ما ابقى كائن يقدر يعيش وما ابتدي اعيش هبتدي ايه اشيل اشيل ايه بقى وانا رايح يوم القيامه إيه؟ لازم اشيل حاجه كويسه طيب انا القيامه مرتبطه بالموت طبعا أنا مش عايز أموت ينفع؟ كلنا هنموت لا أنا مش عايز أموت ده الحقيقة الوحيدة الموت الموت الجسدي أن أنا أموت بجسدي أنا ده موت الجسد أيوه لكن مش كل الناس اللي ماتت بجسدها ماتت طبعا والدليل كم من العلماء وكم من الأنبياء وكم من الرسل باقيين لحد النهاردة اسمهم ده. بيذكر كل لحظة تمام إذا هو ما ماتش مش عايز مش ساعات يقول لك اللي خلف ما ماتش؟ اه طبعا صح؟ ده في عشان عشان ده في العهد الصغير أي. ان حد عاشر ابوك وبعد ما انت طلعت وهو الوالد توفى يقول لك اللي خلف ما ماتش لان يعني هو ورث واللي بعده يقول اللي خلف ما ماتش اللي خلف ما ماتش ده على الجانب الاجتماعي. حلو. تعال بقى على الجانب المجتمعي. انا مش عايز قيامه مصر تقوم. انا مش عايز قيامه محافظة تقوم. أنا مش عايز قيامة أسرتي تقوم، أنا مش عايز قيامة مصنعي تقوم. طب وهنعمل إيه عشان عشان الكلام ده يتحقق؟ الإخلاص إلى ما لا نهاية. بمعنى. النهاردة أنا بعمل صناعة. المصنع بتاعي ده مجرد بزنس بعمله عشان أجيب منه فلوس خلاص أنا ماشي ومصنع هيمشي معايا والفلوس هتخلص وهتتوزع وكلام من ده. تمام لكن أنت النهاردة عايز تعمل لك رصيد وعايز تعمل لك اسم تمام. فلازم تعمل صناعة قوية وتعلم العلم اللي انت تعلمته لغيرك ما نبخلش على المعلومة ببعض يعني احنا النهاردة عندنا كائنات كتيرة مميزة بس هل انا النهاردة انت جاي تسألني على انت بتعمل الطماطم المجففة دي ازاي اه أقول لك والله بعملها كذا وكذا 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 لسه هسالك في الاخر انا اصبر طيب ماشي. آه. هقول لك <تصفيق> <تصفيق> هقول لك, <تصفيق> <تصفيق> هقول لك اه الطبيعي اني ما اقولكش لا الطبيعي انك ما تقولش ده سر الصنعه ده سر الصنعه بس آه. ده غلط ما عشان تبقى منفرد ومحتكر ده السوق بيقول كده الصدقه اه بنتصدق بالمال ايوه والعلم في صدقه بالعلم؟ اه طبعا انت آه. انا ممكن ما امتلكش مال بس امتلك علم تمام هتصدق بيه عشان قيامتي بس العلم تيجي تديه لحد ما تدهوش لسفيه يعني احيانا في معلومة لو اديتها فيه يستخدمها بقى يعمل بها قنبلة. بالظبط. يفجر بها ناس. تمام. وواحد تاني ياخد بقى يعمل بها علاج. مصر. وواحد تاني بيعمل بها سلاح تدافع بيه عن نفسك مش تهجم بيه على غيرك. تمام. إذا العلم كالمال يجوز أن تتصدق به وكلما تصدقت من العلم كلما ربنا مبعت لك زيادة وبارك لك فيه. يبقى هنا أنا والقيامة. كل حاجة بعملها ببص لآخرتي أنا رايح بإيه. وهسيب ايه؟ ومش عايز اموت كاسم لكن هموت كجسد لان يموت ده يقين. ده اللي اقدر اقوله لك على ملخص انا والقيامه. لا احنا لسه احنا احنا لسه بنسخن. طيب ماشي ما هو انت اسالني بقى. آه لا مش حاجات اسالك حكايه آه ان في مجال شغلك في مجال الصناعه انت بتعمل ايه في انا والقيام؟ كل يوم بصحى الصبح ايوه زي ما بفكر هعلم الناس ايه. ايه النهارده هسيبه كرساله للناس اللي شغاله معايا. يعني انا لازم وانا بشتغل مش مجرد باخد انتاج انا بوضع رساله الاخلاص بين الناس. كل واحد في المؤسسه عندي ما بيشتغل عارف غير مرتبه ان هو اما هيبدع ليها مقابل، دي رساله. بل وهو بياخد المقابل ممكن يكون يقابلها دعوه. الدعوة دي واخدها وانا رايح. طبعا. تمام؟ في نفس الوقت سبت يعني ايه غرست الثقة اه 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 بين الناس وبين بعضها تاني. هو ده انا والقيامة. احنا النهاردة فقدنا الثقة في بعض. ما بقت الحياة بيننا وبين بعض هات وخد يعني هات اعمل لك شغل اديني فلوس، ما اديتنيش فلوس الا خدها اضرك بشغلك. لا انت اشتغل ولا هو ما ادركش فلوسك طالب فلوسك بطريق شرعي. لكن ما مش تبوظ له شغله عشان ما خدش هنا الفرق هنا كبير يعني انا مثلا كم من الناس استغلتك انا بشتغل ولي اجر على الموضوع ده هو اكل اجري هل ده معناته ان انا اتلف له اللي انا عملته له لا ده غلط ده مش صح انا ب... وانا بفضفض وانا بفضفض مع حضرتك دلوقتي قبل الهوا أه... وبنحكي هندردش بنقول ايه وكده فانت قلت لي حاجه غريبه قوي أه... انا عايز مشاهدينا يسمعوها يعني. بتقول لي ان في ناس بتيجي تعرض عليك مصانع تعملها وانت بتقول لهم لا المشروع ده هيخسر معلش قولها ببقك انت علشان الناس تصدق ان في ناس لسه كده بص الموضوع هو مبادئ مبدا تمام انا بصنع تمام في فرق ان انا اقول أصنع لاي حد وخلاص بغض النظر بس الراجل هيعمل مصنع ب 3 مليون انت هتجيب يا فندم حضرتك م... ان شاء الله بيكون ب بتلت... 300 مليون تمام الفكر انت ايه واحد جاي يقول لي أه. نصا كده تمام انا عايز اعمل مكان عشان هعمل واحد اثنين ثلاثه حلو قلت له عندك سوقها قال لي لا طب انت الفلوس دي قال انا واخد قرض من البنك أه. وعاوز احط فلوس في مشروع اه قلت له لا حضرتك بدل ما هتعمل مشروع لازم توجد سوق الاول بمعنى <applause> انت واحد كان عايز يشتغل فواكه المجففه والخضروات وكلام من ده وكان مشروع في حدود 3.5 مليون المعده اللي هي... هياخدها دي فانا قلت له انا انصحك قبل ما تشتري المعده وقبل ما تصرف المصروف ده اعمل بايلوت اعمل لك مكنه صغيره معمليه مع طلع عليها انتاج الاول ب 70000 ب 70000 جنيه طب وده يعني ده ده منطق يعني ما ايوه ده المنطق ما تزعلش مني ما تزعلش مني وانا على الهوا وبقولها للناس كلها هل ده يعقل في حد بيعمل كده انا بعمل كده كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه يعني انت بتطبق يعني الكلام الجميل ده بتطبقه فعليا مش آه. كلام كده آه آه. لا وقلت له خد المكنه واعمل كذا وبعد ما تطلع العينات م. اعمل بها سوق لما تلاقي السوق مفتوح قدامك تمام ابتدي يصرف فلوس البنك اللي انت واخدها وحيران بيها دي في م. المشروع لكن هو مش موضوع يصرف وخلاص إحنا إحنا وصلنا لمرحلة إن بعض رجال الأعمال بتصرف الفلوس علشان ترضي البنك عشان تزود الائتمان المرة الجاية، أنت بتصرف في إيه؟ هو في كده يا راجل؟ أه لا, لا هو في كده لا لا ده إحنا ما عندناش كده لا هو في كده لا لا إحنا لا أنا أتحداك وأقول لك أسماء لو أنت عارف لا أنا عارف بس بقى لا أنا, أنا بنكشك للأسف، فأنا أنا عملت إيه بالموقف ده؟ آه. واحد حميته من نفسه تمام اتنين ساعدت حافظت على مال الدولة بشكل ايه. أو بآخر ايه. ما هو ايه هو هو ايه أنا اسمي جهاد واسم على ما يسمى خدت بالك أه. فانت من الاخلاق اللي ربنا شايفها الحاجات بقى المداريه دي انت بتعمل ايه انا منعت الراجل ان يقف تهلكه حميته انقذت مال من الاهدار عملت حاجات كتيره اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك سكه هيجيب لك سكه تانية ويخلف عليك بالبديل وده عهدي معاه مفيش مره عملت حاجه زي كده الا لما بيجي البديل والافضل في جميع الاديان الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت لو اتطبق يبقى يمشي؟ في جميع الاديان كلمة هسألك سؤال أنا معلش قبل ما أجاوب على السؤال اتفضل يا فندم إحنا أنا ليا دين وأنت ليك دين وهنجيب واحد تاني ليه دين تالت اليابانيين اللي إحنا رحنا لهم هنتكلم على اليابانيين هنتكلم عليهم أوه. أه تمام أنا وأنت أنا وأنت وواحد كمان وواحد تالت وأربع خمس أديان واقفين قدام بعض تمام وواحد بيشوفنا مم. واحنا واقفين بنقول ايه؟ يا رب اكرمني. تمام. احنا الثلاثة هنقول إحنا يا, يا رب. احنا معانا محمد الشاهد مدير الاستديو. تمام. <applause> هنقول يا رب اكرمني. صح؟ <applause> ايوه. محمد الشاهد بقى وهو واقف شايفنا. ايه واحنا بنقول يا رب اكرمني. أه. يقدر يقرر مين فينا مسلم ومين مسيحي ومين يهودي ومين فينا بوذي؟ لا طب طب هل احنا الستة أو احنا السبعة أه. مش بنقول كلمة واحدة اسمها يا رب؟ أو احنا لو احنا واقفين احنا الأربعة والسبعة. خلاص. وعمارة بتقع وقلنا يا رب. هو رب واحد بلاش كده انت ماشي وحصلت حادثه اه على الطريق الناس تشيله آه. وبتروح تبص له تقول له انت ديانتك ايه عشان اشيلك؟ لا بس وبتقول يا ساتر يا رب ونقول يا ساتر يا رب اذا احنا لفظ واحد وتوجه واحد مع اختلاف اللغه تمام يا فندم هو أيوة. فهو هو ده ال ال الدين الجمله دي بدون قطع كلامك الجمله دي ما بين قوسين اه بعدين دي هتعوز حلقات الجمله دي هيتبني عليها حلقات بس كمل حضرتك فموضوع ان ال 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 الاديان الاديان هي علاقة بينا الدين هو قانون ربنا نزله <applause> ل... لاعاده الاخلاق الى مسارها الصحيح. كل ما الانسان بينحرف شوية تمام؟ لازم يجي دين يرده. كل أديان بتقول لك ما تسرقش، كل أديان بتقول لك ما, ت... ما ما تقتلش، كل أديان بتقول لك ما ما تعملش حاجات الحرام. كلها متفقة في مبادئ الاخلاق، فالاصل هو الخلق والاخلاق تمام؟ فأنا بدعمها انا ب... ب... انا بغرزها في ولادي بغرزها في عمال المصنع عندي بغرزها في العميل اللي جاي لي بقول له ده غلط ده مش صح ده هيعمل كذا ده هيضر البلد في كذا ده هيضرك انت شخصيا في كذا على الرغم ده على حسابي أي. انا ممكن اشتغل نروح لليابان لا لسه هي. انا اوديك اليابان طب واتفضل روح لليابان <تصفح> 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 انا اللي اوديك ما تروحش انت اليابان حق غير ما نوديك اليابان السؤال هو في رحلتك في اليابان في البعثة اللي طلعتها في 2010 شفت حاجات كتير أفادتك وبتفيد بيها الدولة مصر أمنا كلنا دلوقتي أنت بتفيدها بس احكي على النقطة بتاعت أنا والقيامة شفتها في اليابان إزاي؟ بص أنا والقيامة شفتها في كذا موقف آه. من ضمنهم موقف بسيط خالص وده كان حظي الجيد إن أنا قابلت شحات في طوكيو لا والله انت قول لي قول لي قابلت روبوت قابلت لا جال. انا قابلت شحات في طوكيو انا الحظ انا شفتها في فرنسا وألمانيا نعم ما شفتهاش في طوكيو يعني دي من نعم ربنا على. انا شفت فعلا واحد آه. شحات في طوكيو ماسك كوبايه بقى بس و... ما اعرفش انه كان شحات اه كان ايه اللي حصل؟ اقول لحضرتك كنت في محطه آه. في طوكيو وعاوز اركب اروح حته اسمها ناجويا تمام مدينه فمحطه المترو هناك فيها 10 متروهات في نفس المحطه <applause> فانا الخريطه كبيره جدا والاستاندر مختلف فانا مش عارف اركب الخط إن هو فبحاول افهم الخريطه اللي محطوطه فوق بتاع التيكت تمام فجالي واحد قال لي كان هلبي كان هيلب يو ممكن اساعدك قلت له اتفضل قعد يشرح لي انا متخيل ان هو موظف دوره لما يلاقي حد تايه يساعده قلت وبيتكلم انجليزي آه طبعا هناك آه بيكلم بيتكلم آه انجليزي آه في الايراد ده اختراع يعني اه طبعا فالمهم كلمني وقعد يفكر ومشى معايا لحد ما قطع لي التيكت اه على حسابه على حسابه على حسابه تمام وبعد ما قطع لي التيكت ده وصلني لحد البوابه الجيت وفتح لي وانا واقف انا بشكره اه فقالته بي بيوطي اللي هي الحركه بتاعتهم دي وبيقول لي كان يو هيلب مي ممكن تساعدني انا انبهرت طبعا انت 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 قدم قدمت, قدمت لي خدمه المساعدة. قدمت آه. لي خدمه آه. وساعدتني بشكل كويس جدا بشكل يعني لك ادخل عليا السعاده ودفعت لي فلوس التيكت وطلبت مني المساعده انا حطيت ايدي في جيبي وطلعت له يمكن قد اللي قطعه له بالتيكت 10 15 مره ما اعرفش كام آه. ايه ده آه. هو ده حتى الشحات عمل حاجه كويسه هتنفعه هو رايح يوم القيامه طبعا على تعليم. على تعليمه على تعليمه هنا هنا الكلام اللي انا كنت دايما اقوله في مع الاصدقاء انا عندي منهج وانت عندك منهج سواء ثانويه عامه او كليه او بكالوريوس او كذا نمتحن في المنهج بتاعنا انت ركز بص في ورقتك وانا بص في ورقتي يا سيدي وعندنا المصحح الكبير هيشوف حلها ايه ايوه مظبوط كده ولا أوه أوه أوه. انا غلطان احكي الموقف الثاني بتاع اليابان الموقف الثاني بتاع اليابان واحنا كنت في احد المصانع الكبيرة المصنع الالكترونيات اللي بتصنع المايكرو بروسيسور تمام هو ده صح؟ <applause> اللي انا <جمت تصفيق> أه لا ما ده, ده في كذا سنة. موقف <applause> اديني ده اه فدخلنا ده بتاع البنت اللي واقفه؟ اه اه <applause> فدخلنا المصنع <تصفيق> <تصفيق> فلقينا شاشه كبيره جدا على باب المصنع محطوطه في على صورتها شخص واخد يعني ان هو العامل المثالي خلال الشهر ده اه <applause> <applause> عامل مثال يعني ده في مصنع الكترونيات مايكرو بروسيسور يعني فده عمل بقى اخترع لابتوب بيشتغل لوحده بالظبط تمام لا انا فوجئت انه حاجه تانية خالص عمل بقى؟ الاخ ده اه ليه واقف على ترابيزه صغيره ايوه وبيجي له المربع بتاع المايكرو بروسيسور اللي هو البفر ده وبيجيب زي شاكوش كده صغير وبيخبط خبطه معينه علامه معينه على البروسيسور ده تمام فالشاكوش ده محطوط هنا على ايده اليمين تمام هو سيادته شال الشاكوش من هنا نقله في المكان ده فبقى بدل ما ياخد الشاكوش كده ويجيبه كده ويخبط لا بياخده كده بقى خبطه واحده حسبوا حسبوا عدد الحركات اللي بتعملها الرزغ والايد والصوابع والمسكه وده وحسبوها وفر كم ثانيه في في اليوم في الساعه في اليوم في كذا, كذا عمل بونس جامد جدا مجرد من نقل شاكوش من هنا لهنا احنا في مصر هنا ما شاء الله هات يا ابني الشاكوش نص ساعه دور عش... لا ساعه آه يعني آه آه اصل فلان خده وهو خارج إيه بعض الناس ممكن يضيعه عشان إحنا يضرب ساندوتش اه احنا فين؟ احنا فين؟ اه لما الشاكوش بنبحث عن الشاكوش يا ريس بنبحث عن الشاكوش آه. عشان نخبط بيه على دماغنا عشان نفوق لا ما انت كلامك ده بيفوقنا خلاص اللي بيسمع يعني اه في نفس المصنع ده دخلنا مصنع التجميع مصنع ده العلم كان ليه فرع في في اليابان في ناجويا والفرع الثاني كان في الفلبين تمام فا ف... البنات واقفين على ترابيزات معاهم مكبس صغير بيكبس الرجلين بتاعه المايكرو بروسيسور ده تمام. طبعا انت تخصصي التورنيات اساسا اه طبعا انت استاذ فلقيت البنات واقفين كانهم اصنام ما بتحركوش الحركه روبوت الناس شغاله زي الروبوت فانا استغربت اه فببص لقيتها واقفه عامل عم لها مربع صغير كده زي البلاطه دي كده تمام لونه مختلف عن الارض تمام والكوتش بتاعها شكله غريب اه كوتش اميجو بينور آه. والله هو في سنسور فعلا شفت <شت tantaậpmat puppy ratawwe> انا استفزيت أه. لدرجه ان انا رحت رايح والله ده حصل صادق انا بص انا استفزيت لاقصى درجه طمان. رحت ماسك رجل البنت اه انا عايز ابص ده ايه فكرتني بفؤاد المهندس نعلي جزمتك اه والله ايوه كنت أيوه، م... عامل زيه كده خلاص <سجد ما triangles. سجد> سبعاوي سجد <سجد> 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 احلى <سجد> <سجد> المهم اتضح ان هم مركبين سنسور في الكوتشي ده علشان يقيسوا معدل ثباتها وتوترها وهي واقفه لان الشغله دي دقيقه جدا. اه. فاللي بتعدي حدود معينه يا بيديلها ريست ترتاح ويدخل حد مكانها يا بيستبعدوها، احنا فين؟ انا واقف حاطط يعني آه. في جيبي، حاطط في بشرب سيجاره، كوبايه الشاي في ايده، وبشتغل بايد. وبتكلم في الموبايل. وبتكلم في الموبايل احيانا. وماسك الموبايل كده. وشغل الموبايل كده وشغال كده. اه اه اه. وبسوق كده. مهاره يا باشا. الله مهارة الله, مهارة الله, احنا الله. احنا احنا مختلفون عن الاخرون. آه احنا فين؟ معانا دول بقى في يوم القيامه بقى. اه. لا ما هو دول بيعملوا القيامة اه مش احنا ما هو هي... هنا العمل هنا العمل آه. استاذنك في اتصال؟ اتفضل آه. الو مساء الخير يا فندم مساء الخير مساء الخير مستر روبير اهلا وسهلا مين معايا؟ اه الاستاذ عمرو قناوي استاذ عمرو قناوي ازيك يا استاذ عمرو عمر. اهلا وسهلا ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم اهلا مساء الخير يا مهندس جهاد اه عمرو تشريفه مساء الخير يا فندم الدخله <applause> اه ازيك عمرو عارفه ازيك يا فندم عامل ايه يا حضرتك؟ أوه. أزاي يا حبيبي عامل ايه؟ انا سعيد والله بالاتصال بحضرتك و... وبالبرنامج و... و... معاك المهندس جهاد النهارده وانا والقيامه انت سامع معانا الحلقه من اولها اه يا فندم إيه كده شكلك انت طبعا عارف المهندس إيه المهندس تو... جهاد اه كلمني, كلمني دا عن, عن كلمني طبعا. عن جهاد زكريا رزق وهو اسم على ما يسمى في الايام اللي انت اشتغلت المهندس, المهندس جهاد هنبداه يعني بال... بال... بالاسم المهندس جهاد يعني في جهاد في العمل وجهاد في كل حاجه. تمام. وفي اي مواقف حصلت معاك في الشغل؟ ايوه طبعا في في مواقف انا اصلا من فريق عمله وكنا شغالين مع بعض هحكي لك بقى موقف حصل بعد يا ريت بسرعه يا عمرو ارجوك. حاضر معايا. كنا شغالين في موقع فمستنيين كلارك، كنا واقفين على كلارك. تمام. فيا هندسه عايزين كلارك كلارك اللي هو اللي بيشيل الحاجه اه اللي أنا بيشيل تمام يا فندم فالمهم اتصل عليه لا هيتاخر اه فقال لك قال لك يلا بينا يا رجاله هن ايه هنساعده مع بعضنا كده ونشيلوها سوا لا يا راجل فالمهم اه هو اول واحد بدا بيقى. يشيل معانا فروحنا احنا ايه شايلين معاه وخلصت الشغلانه ولا استنينا كلارك ولا غيره هلا طب ما كان يقدر يروحكم وتيجوا ثاني يوم كان يقدر المهندس يقول لك استنى القرار ساعة اتنين تلاتة وقف الشغل. لكن آه. هو يلا يا رجالة هلا هلا هوبا معانا مع بعضينا وهو بدأ أول واحد بإيده. تمام. وشال معانا وخلصنا الشغلانة ومفضت وعملنا شغلانة تانية. طب هو ف... في تعامله ف... الشخصي معاكم، أنتوا كصف كعمال. كان كان حد وانت يا ابني اوعى شيل دي انا المهندس جاد جه اوعى جدع انت هو لا 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 ما فيش الكلام ده خالص لا, لا, ما فيش لا, لا انت لا بتقول كده عشان هو قاعد يا عمرو يا قناوي اخ اكبر انت بتقول كده عشان هو قاعد صح؟ لا والله مش عشان هو قاعد انا اصلا انا سبته بقالي سنه ونص الوقت كمان طب كان احكي احكي لي مواقفه معاكم كناحيه الانسانيه فمن الناحيه الانسانيه والله هو بصراحه كان عمر ما في فني عندنا خد جزء ولو خد جزء لازم المهندس جهاد يشيله ولو ما عرفش يشيله بس دي صعبه اللي هو ما يعرفش يشيله ده كان بيحاسبوا عليه من جيبه يعني يطلع من جيبه يديكوا ايوه يطلع من جيبه ويدينا انت مخصوم منك قد ايه بسبب بسبب الجزء ده اقول له مثلا 300 جنيه اتفضل 300 جنيه أوه. وحصل موقف كمان يعني في الشغل اه كان في فني طالع يعمل شغلانه في العالي فوق تمام فالمهم هو كان في جيبه التليفون تمام تمام فهو طالع يعمل الشغلانه التليفون وقع قصب ف فالراجل طبعا زعلان الفني زعلان مم. فالمهندس جاي شافه قال في ايه قال وانا بطلع اعمل الشغلانه ديت التليفون وقع قصب قال له وديه مركز صيانه وانا هحسب لك عليه طالما انت كده في الشغل ومية 100 100 وصلحه ودفع له الفلوس وصلحه فعلا دفع له فلوس دفع له فلوس التصليح يعني الكلام اللي هو بيقوله معانا ده حقيقي بيطبقه على نفسه قبل ما ما يقوله للناس اكيد طبعا اه اه وهو الشغل عنده نمره واحد ما احنا شايفين هو الراجل ده ممكن نعلق حاجه على عمرو آه. هو معانا اه اتفضل بيش. اتفضل أنا كان عندي شركتي من سنة 2004 لحد 2016 تمام كان حصل عندي ظروف نتيجة ظروف البلد مرت بيها وجات إحدى الشركات الكبيرة استقطبتني وقالت لي تعالى اشتغل معانا أنت بناسك وعينوني كمدير بحوث وتطوير عندهم تمام للاستغلال تمام خلاص حلو المواقف اللي بيحكيها دي بيحكيها وأنا كنت موظف في الشركة دي اه مش في مش شركتي اه مع... العلم يعني عمرو في الوقت ده كان زميلي. ده تواضع منك بس هي لك البوزيشن كدا. في اللحظه دي آه كنت انت أنا آه أنا كنت زميل انا في اداره و... كبيره آه لكن هو زميل معايا في اي حد في الاداره معايا انا بص انا اذا كان في مؤسستي بتعامل مع الناس كانهم زمايلي. ما بالك وانا موظف في شركه هتعامل معاهم ازاي؟ تمام الراجل طلع في مكان خطر ويشتغل وتليفونه وقع انا اللي اجبرته على ده اذا انا المسؤول. تمام لازم لازم كل واحد ما مش يرمي بقى على غيره لا أيه. في اصول في اصول لازم تتطبق بس ده ده شيء رائع وانت مثال <applause> يحتذى به في في جميع جميع المواقع آه عمرو في حاجه تانية عايز تقولها المهندس جاد اه طبعا المهندس جاد والله من الناس المحترمه جدا جدا انا اشتغلت معاهم وهو ربنا يزيده كمان وكمان من نجاح لنجاح ان شاء الله هندسه طب انتوا فعلا في يعني في موقف كمان حصل اه اتفضل اللي هو مثلا احنا زملاء زي ما هو قال في الشغل. اه دلوقتي لو انا عندي ظرف ولا عندي مثلا فرح ولا عندي جواز ولا عندي الكلام ده كله م. كان بيجي مثلا انت تعزمه يعني هندسه في فرح في كذا تلاقيه على طول يلبي الدعوه ويجي. آه يعني كريم معاكو حتى في وقته يعني آه الوقت أكيد بتاعه. اكيد طبعا يعني هي. وقت يعني وقت الشغل خلاص خلصنا شغل لو أمان. انت احتجت منه اي حاجه بره عن الشغل خالص. يستجيب معاك ويعمل لك اللي انت عاوزه بصراحه يعني. لان انا نكره من غيركم يا عمرو، يعني احنا ما فيش مهندس هيطلع لوحده بدون الفنيين اللي الشاطرين اللي زي اللي زيك وزي الرجاله الباقيين يعني. ربنا يخليك يا هندسه ده انت شرف لنا والله. شكرا يا عمرو. <applause> شكرا يا عمرو وميرسي على المداخله ديت ويعني باسم البرنامج بنشكرك وبنشكر زملائك. ويا ريت الحاجه الجميله اللي علمها لنا مهندس جهاد او علمها لكم بتطبقها انت قلت بقالك سنه ونص مش معايا هل بتطبق الكلام دوت شكرا شكرا لاتصالك انت حد جميل قوي شكرا لا عفوا لا دي حقيقه انا مش مش بوصل انت بتحرجني لان والله انا ما توقعش المكالمه دي اصلا يعني وفعلا يعني آه. انت... كل مره بتعمل لي كده موقف مفاج... آه. طيب احنا سيبك من المفاجات انا بتاع المفاجات كلها احنا جايبين معانا النهارده زيوت و... وحاجه حمراء كده ايه ده الاحمر هنعرفه واحده واحده آه ومعانا صور عايزين نشوفها هنشوف الصور الاول ونشرحها مع بعضينا هنبص على الشاشه اوكي والصور هتطلع دلوقتي تقول لنا كل صوره موقفها ايه معانا لان في حاجات آه عايز اشرح كتير من حضرتك وبالمناسبه قبل ما تيجي الصور المفاجات اللي بعملها دي بتبقى كويسه لل... للمشاهد نبص على الصوره دي اول صوره اه دي صوره في المعمل اه اه ده المعمل ده المعمل الصغير بتاعك آه اللي آه. انت بتصحى اتنين بالليل لما تجي لك فكره تقوم آه تعمله اه, آه بالظبط آه. اه انا هنا ده كنا بنستخلص زيت بقدونس بقدونس مبع... اه زيت بقدونس ده زيت صعب شويه استخلاصه الحمد لله في عينه منه معانا على الترابيزة هي تمام تمام أه وده يعني انا يعني تقريبا اكتر مكان بحاجة. يعني ده المعمل اللي أوه. مطلع الزيوت العينات اللي معانا النهار صح كده تمام يا فندم الصوره الثانيه دي مكنة تكفيف أه اندر فاكيوم أيوة. دي بجفف بيها المنتجات ذات الحساسيه للحراره يعني في بعض المنتجات لو اتعرضت لحراره كبيره شويه آه. لونها بيتغير وبيتكسر فيها بعض العناصر فاحنا بنجففها اندر فاكيوم بحيث ان ممكن اقصى حراره للتجفيف آه. توصل هنا توصل مثلا 38 درجه تمام الصوره آه الثالثه اه دي في المعمر برضو دي في المعمر. وحده ديستيليشن او وحده تقطير انا بستخلص فيها الزيوت العطريه اه ودي المكثف ودي وحده التقطير تمام اللي بعدها تمام. نفس الوحده ايوه تمام زيت البقدونس مفيد ليه بص هو الفكره قبل ما نتكلم عن زيت البقدونس م. هي انا انا شركتي اسمها مقدار اه ده لسه هنتكلم عليه تمام واسم غريب قوي مقدار آه هو مقدار بمعناه بمعنى مقدار إن كل شيء عندي بمقدار تعاملي معاك وقعدتي معاك على الكرسي دي بمقدار اه طبعا وليها وقت طبعا وما ينفعش يزيد عن حده تمام 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 أه بستخلص لما باجي اشتغل على البقدونس البقدونس مش مقدار مش بالنسبه لي اكله أي. لا هي مقدارها ايه وهي أي. مكونه من ايه وانا عاوز منها ايه آه. واطلع منها ايه فمن الاهداف بتاعت شركه مقدار والهدف الرئيسي غير يعني انا مش هغلط غير الناس بس اغلب الناس او يقول لك انا بزرع عشان ابيع الزرعه أي. انا بصنع عشان ابيع الصناعه طب الخساره أي. احنا دورنا ازاي نحول الخساره المكسب دورنا ازاي نحول الخساره لمكسب هرجع للنقطه دي معلش وعلى الشاشه انا قدام الزيوت موجوده اهي قدام حضرتك الزيوت دي عباره عن ايه من فضلك ده زيت بقدونس زيت برتقال اه اللي هو الليمونين اه وزيت شمر وبردوش اسف مش شمر بردوش برد تمام ايوه والاحمر ده بودره طماطم بودره طماطم, بودرة طماطم. انا بس عايز اقول دي الخساره اللي بتتحول لمكسب دي الخساره اللي بتتحول لمكسب بودره الطماطم دي اتعملت قدامي في المعمل انا كان ليا الشرف ان انا احضرها من من امبارح وهي في المجفف وطلعت النهارده واتطحنت و... والمفاجاه اللي هو قدام عيني يعلم الله البرطمان ده اسمعها منك كم كيلو طماطم ستة كيلو طماطم 6 كيلو طماطم إيه يعني انا يعني عارف اللي هو إيه يقولك يقول لك قد الفيل وتصرف منديل ستة كيلو طماطم انا البرطمان ده معايا ستة كيلو طماطم لا صلصه ولا عليه اي مكسبات طعم ولا لون ده هو لون الطماطم كده والبشمهندس طحنها قدامي واحنا هنتكلم في اخر الحلقه احنا الحلقه الجايه ان شاء الله دي هنشوفها بتتعمل ازاي ست البيت تعملها تستخدمها بالظبط وازاي نحاول الخساره لمكسب الخساره لمكسب آه. معلش دي قطعتك فيها الشحالة ازاي نحاول الخساره بص لمكسب النهارده انت مثلا المزارع زرع آه. بقدونس تمام ما كبرش اه الارض ما ادتش المحصول اللي يعوضه مكسبه ده تمام لو انا خدت المحصول ده تمام. وتعاملت معاه واستخلصت منه زيت عوضت الخساره اما كانتش بما يضاهي قيمه المحصول اه على الاقل ما كانتش تسويه اه هي ما كانتش اكتر على الاقل اه هتبقى اقل هتبقى هي ايكوال يعني أي. ازاي انا النهارده زرعت زرعه وحصل فيها مشكله اي ما اقعدش اندب حظي واندب الاطلال وباعها بخساره بقى والم اي فلوس وخلاص لأ التفكير الصح وده وده اللي يخلينا دوله عظيمه ويخلينا شعب عظيم ويخلينا نروح يوم القيامة الايام واحنا عاملين حاجه كويسه ان احنا ننقذ بعض نلحق بعض ان انا ازاي اساعدك كفلاح انت تعوض خسارتك من خسارتك تعوض خسارتك من خسارتك من خسارتك اه بس خدت إيه خدت البقدونس القليل او خدت الطماطم خدت 40% من طماطم نوع جيزه بتطلع في الفدان قبل ما تبوظ انا عارف ان هي بتبان من الاول انا باخدها اجففها حولتها لباودر صالحه للاستخدام الادمي صالحه للاستخدام الادمي اه مرض اه إيه خد النهارده البرطمان ده خد معلقه منه دوبها في ميه سخنه حصلت على عصير طماطم وقتي طب ما احنا جرب ده ما اللي هنعمله الحلقه الجايه احنا أوه. جربناها ودقتها اه... طماطم طماطم يعني هي ط... هي, ط... هي يا جماعه هي طماطم اه... واتجففت نشفت بالبلدي يعني عشان بس نبقى فاهمين التجفيف ده زي العنب بقى زبيب يعني كده اتجففت بقت ناشفه خالص اتاخدت اتح... اتطحنت طحنه في المعمل الصغير بتاعه في الكبه بتاعه ست البيت بقت بودرة حط عليها حاجات مش حاجات صناعية علشان ال الحبيبات ما يعني ما تبقاش ميكلكعه اوكي بس وبقت في البرطمان ده الستة كيلو كانت انا شايفها كتير وقاعدين يقطعوا فيها ما طماطم من ما بتترماش عنها. اتحطت نشفت بقت كشت بقت قد كده اهو ضربها بقت كده ده اللي احنا عايزين نتعلمه يعني انت ده بيتكلم في اقتصاد دوله على فكرة الكلام البسيط ده عشان حد يقول ايه يا عم انتوا بتتكلموا في الطبيخ احنا مش طبيخ خالص ده بيتكلم في اقتصاد دول يعني احنا طول عمرنا نسمع عن التوم المجفف البصل المجفف جايبينه من امريكا لا 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 امريكا شيكابيكا شكرا احنا عاملينه هنا في مصر وهنصدره مؤسسه مقدار هتصدره بس اه نبقى ايدينا في ايدين بعض نحب بعض علشان نعلم بعض نعلم بعض وناخر قيامتنا إيه إيامتنا شفت بقى الدويتو ازاي؟ يعني انا آه. انا بديك وانت ناخر قيامتنا إيه آه. انا مره آه. بقول لواحد انا يوم القيامه بتاعي هاخره قال لي آه. انت بت... انت انت كافر انت مش عارف ايه؟ قلت له يا ابن الحلال اللي هو يوم القيامه مرتبط آه. بعلامات معينه صغرى مرتبطه بسلوكياتنا انا راجل هفضل اعمل حاجات كويسه هفضل التزم بالاخلاق، راجل آه. هفضل اعلم الناس فاذا ايامتي متاخره جسده هيروح لكن انا ايامتي متأخرة لسه أه وحضرتك معايا وبيجي اتصالات على الهواء ما نقدرش ناخدها عشان نقعد نسمع كل كلمة منك يعني كلامك بالنسبة لنا حكم المشاهدين عايزين ناخدهم هلا بيلا ونطلع على المعمل بتاعك ونشوف ده في المعمل مش هنشوفه هنا فبعد اذن حضرتك الحلقة اللي جاية هنشوف ده في المعمل هنشوف الطماطم لا ما انا بزنقك على الهواء هنشوفه هناك اوكي هنشوف المجفف الصغير اللي هو المحدق اللي انت عامله ليك انت العينات وبيتعمل هناك وازاي ان احنا نعمل ده ونخرجه للنور ازاي العامل البسيط اللي بيشوفني ازاي الفلاح اللي عيني لما يكون زارع بقدونس وحشه وما في سوق العبور ولا في سوق اكتوبر وقد كده ويعيني ويا خربتك يا يا ابو محمد لا لا احنا عندنا في حد صاحب مجفف مش هياخده ويكسره ويقول له تعالى برخص التراب لا ومعروف ده هيطلع منه زيوت بدليل حاجة إزازة الزيت دي اللي هي بتاعت البقدونس اللي أنا بحبه عشان أنا مبقلص عارف تعرف إن الخمسة كيلو بقدونس أيوة بيطلعوا لي جرام واحد زيت أنا عايز أسمع دي خمسة كيلو بقدونس آه. يطلعولك يطلعوا خمسة كيلو بقدونس يا جماعة دولت اللي هم قد آه كده البقدونس تعرف آه؟ إن 30 كيلو برتقان آه. خمستاشر مل جرام زيت يا تعرف ان ال15 جرام زيت دول يساوي كام في الطب يساوي كام يساوي كتير قوي يساوي الاف الدولارات خلاص تعرف الخمستاشر 15 جرام زيت برتقال دول الكالوري بتاعهم قد كم لتر بنزين كام لا ارقام أضعاف مضاعفة، يعني زيت البقدونس البرتقان ده البرتقان آه تقريبا الكالوري بتاعه من سبعة من سبعة لعشر أضعاف اللي يعادلهم بنزين. ياه yeah. خلاص؟ mm. لا يعني ده بنستورده ولا لا ما نستوردوش تروح عند العطار انا احترامي العطارة آه. يقول لك ده زيت برتقان ده زيت فراوله ده زيت مش عارف معلش بيحطوا زيوت, زيوت رخيصه متضافه آه. على زيوت حمله زيت خروع زيت بقى زيت كافور زيت كلام من ده لكن الزيت البيور هو ده هو ده هو ده لا ما هو انا النهارده لما تيجي مثلا عندي ايه المدام في البيت هتعمل كيكه للعيال بالبرتقال ما مش هتجيب الزيت ابو الجرام اللي 30 كيلو و... بعد اذنك اتفضل يا فندم الريف طول ما انت ماشي آه. اي حاجه خضرة في الارض كده آه. خدها آه. هتطلع منها عناصر ثمينه جدا تساوي تعمل نقلات غير طبيعية مم. زي ما مصر من أولى الدول في العالم تصدير لنظائر المشعة ليه ما تبقاش مصر من الدول الأولى لتصدير الزيوت دي ليه آه. آه. بمناسبة النظائر المشعة والكلام الجامد دوت هستأذنك أغنية معمولة مخصوص للبرنامج ومن الشاعرة رانيا النشار والملحن الكبير الاستاذ محمد عزت والمطرب احمد سعد الدين عاملين اغنيه جميله من فتره بس لقوا كلامها ماشي مع البرنامج وضيوفي المحترمين نسمعها مع بعض ونرجع تاني نسمع استاذنك فضل. نسمع الاغنيه تضحيني <applause> تقولي تحدى وانا أتحدى. ولا يمكن لي وصحيح لو. كلام أغنية جميل جدا وبنشكر الشاعرة رانيا النشار والمقيمين على الأغنية الرائعة ديت ويا حبيبتي عايزك أحلى من الأول ولا يوم كليت يعني أنا بتهالي الكلام ده ينطبق عليك قوي أه... ايه شعورك في الأغنية دي هو فعلا يا حبيبتي أنا عايزك أحسن من الأول لا تمني نقول حاجة يا حبيبتي عايزك زي الأول زي الأول آه. زي الأول آه. احنا كنا حلوين قوي ها؟ قوي قوي آه احنا كنا حلوين قوي صدقني وان شاء متاع. الله هنبقى أحلى والله طول ما في ناس زيك وإدارة قوية في الدولة هنبقى أحلى يا ريت بس الناس رسالة بس بقولها لكل مزارع وكل مصنع بلاش بلاش نبص للمكسب السريع بلاش نبص لرصيدنا في البنك كام نبص لرصيدنا اللي احنا سايبينه في الحياه ايه بعد ما نمشي انا وانت في الشارع محدش يعرف رصيدي في البنك كام ولا رصيدك في البنك كام ومستحيل حد فينا يعرف مين اللي معاه ومين اللي ما معاهوش مش هينفع امسك فلوسي في ايدي اقول لك انا معايا اكتر منك عمر المنافسه كان ما كانت بالفلوس المنافسه انت سبت ايه انت علمت مين انت ماشي وسايب ايه انت ماشي وسايب ايه؟ وسايب ايه؟ يا جماعه يا ناس نداء الخير جوه الزرعه مش في مش في الارض. ايوه طلع زرعتك لو اخضرت قدامك حتى لو ما جابتش محصول مليانه خير. الخير ده مش هندخله الا بالعلم وبالثقافه. معلش موقف انا هقوله زعلني جدا فضل. كنت في يوم معايا مج... كوندنسر مكثف زجاجي كده ايوه شفته هو واقف عند حد بشتري حاجه اركبها عليه تمام جالي واحد مهندس مدني والله ده حصل فرح بيه انك انت ماسك فرح بيه قال لي بتاعت شيشه قال لك بتاعت ايه؟ شيشه يا راجل اه انا مهندس ما زعلتش منه اه. زعلت عليه طبعا وزعلت على اللي احنا وصلنا ليه المكثفات اللي احنا درسناها في ابتدائي وفي اعدادي احنا نسيناها للدرجه دي نسيناها يا روبير؟ ما لا هو هو نسي الشيشه عشان الكورونا يظهر ما بيشربش شيشه فالراجل دماغه لف ده موقف يا <applause> جماعه ارجعوا ما فيش حاجه اسمها خساره أي. في حاجه اسمها التعامل مع الخساره نتعامل مع الخساره الزبده من بقدونس آه. خلاص اصفر الطماطم آه. دي طلعت طماطم قبل ما الطماطم تدبل حولتها البودرة ده موضوع الطماطم ده عجبني لان احنا يعني يعني في الاسواق في الاسواق لو جت الساعه 12 الظهر في الاسواق الطماطم ينزل ثمنها النص وينزل الربع وفي الاخر والكلام دوت موجود عندنا في سوق العبور وفي سوق اكتوبر اللي هو الجمله اللي احنا بنبص عليهم بنلاقي كوام وبتتعدم وبتتشال بال في السوق بتتعدم قبلها بقى كده شويه في الارض اه من 20 ل 40% هالك طماطم اه طب ده 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 رقم طبعا شوف تخيل تخيل لما يبقى كده هيعظم وعند الخضري لو ما باعش ودبل ده رقم تاني وفي البيت آه. عندك وفي البيت عندي وفي آه. س... يعني اربع مراحل كل مرحله فيهم جزء من الخساره يعني احنا لو مثلا مثلا بنزرع 100 طن ممكن نستهلك 30 40 و... اه, آه. وبنرمي 60 فعلا عظم الخساره لكن بالموضوع بتاع التكفيف او الصناعه ده ده يبقى احنا كده ما بنرميش حاجه آه. ما احنا الرقعه الزراعيه الموجوده آه. اه احنا عايزين نكبرها اه بس صدقني لو احنا استفدنا بالهالك احنا بدل ما هنحتاج مليون فدان هنحتاج مئة ألف فدان بس صدق وانا بكلمك جد في دماغي فكرة ان احنا دلوقتي لو عايزين الطماطم اه نعصرها يعني لو نعمل تسبيكة اه يعني هنحتاج ال قول معايا الخلاط فيبقى كده احنا استهلكنا الكهرباء كهرباء غير ال وحافظها في التلاجة بكهرباء وحافظها في التلاجة بكهرباء برافو عليك خلاص أما هنا أنت كده, كده خلصت 6 كيلو ده 6 كيلو الصلاحية والله العظيم 6 كيلو أنا ده مش هو اللي قايل لي دي أنا شفتها بعيني 6 كيلو امبارح وجايب طماطم محترمة جدا من نوع محترم جايب ست أطباق الطبق كيلو بال... بالطبق يعني فست اطباق اتفتحوا قدامي متقطعين محطوطين في المجفف وبقول له ايه ده قال لي بكره هنشوف مع بعض لا ودوبها في الميه تشرب عصير طماطم طب ما ده اللي حصل نار يعني انا خدت معلقه احنا ما فضناش لا لما لما نبقى نظبط نعمل عصير طماطم مع بعض <applause> تمام الحلقه اللي جايه هنروح <applause> المعمل عندك وفي معرض اه معرض هيس ده يوم 15 11 ايوه انا شركه مقدار عرضه أيوة. آه كذا موضوع تمام طبعا احنا خدنا مساحه صغيره عشان احنا لحقنا المعرض في الاخر تمام الفكره كلها ان احنا مش هنقدم منتجات ولا طبخات احنا هنقول للشيف يا فندق يا مطعم بدل ما تستهلك كهرباء في حفظ الطماطم خد البودره ديت حطها على الرف واشتغل بيها صلاحيه سنه بدون مواد حافظه يا شيف بدل ما تجيب طماطم وتعصر نفس الطماطم موجوده ده والتخزين معلش انا انا بحكم شغل في الفنادق انا اسف مش بقطعك بس عشان انا بفتكر احنا عشان مثلا في الفندق تخزن 50 قفص طماطم في سيزون لا سيبك من ثلاجات السبيس ده حتى لو هنفترض ان في عيد و يعني في في عيد الفطر وعيد الاضحى الاسواق بتقفل يعني الناس بتخزن عشان الاسواق بتقفل، لا انا اجيب وفي اخر بقى يوم في العيد خلاص على بال ما الدنيا تشتغل بيبقى الدنيا خربت بقى، بنتكلم في ايام الشغل مفيش كورونا او حاجه. ده انت هتحتاج مثلا ايه مثلا بدل ما 50 قفص هنجيب ثلاث اربع كراتين. شكرا. شكرا. صح كده ولا عرف انا غلطان؟ عرف هيبقى عرف فده شيء قوي جدا. مختصر في الكهرباء. والمكان اه. المكان، يعني نقدر نقول ان المشاهدين مشاهدين فضفضه أه الحلقه اللي جايه لازم يبقى معانا المهتمين بالسياحه المهتمين بالفود اند بيفريج كل اللي بتوع الفنادق والطباخين هينورونا في المعرض في معرض هيس آه. هنوريهم تجارب آه عينيه من الطماطم والبطاطس اه بطاطس ها بطاطس باودر عندي بطاطس باودر برضو خلاص تمام تخيل بطاطس باودر بقى هتعمل بيها ايه؟ طيب اه حلقة اه لا ما انت عرفت حكيتي دي معناها اه يعني بيفودني بس يعني اه احنا بنشكر الشاهد ودائما دايما يرخم علينا مدير الاستديو بس هو اللي بنشكره على كل حاجه والريس المره اللي فاتت ادانا ثلاث دقائق فيعني دقيقه من عند عبد الحميد بيه توفيق نبص للكاميرا وشوف نقول ايه لمين؟ مش هقول لك تقول ايه لمين؟ عيش والله هنقول اللي بيحب البلد دي احنا زي ما بنفكر نزرع ونفكر ان احنا نستثمر ونكسب من الناتج بتاع الاستثمار لازم نفكر ازاي ازاي نستفيد من الخساره ونحولها لمكسب دي الرساله وده موضوع كبير يتبنى عليه اقتصاد كبير جدا لما انا احول 40 50% من خسائر الزراعيه لمنتج صالح للاستخدام الادمي او الحيواني ده في حد ذاته اقتصاد قوي أعزائي أه المشاهدين انتظرونا في حلقة قوية جدا كالعادة مع ضيفي القوي المهندس العالمي جهاد زكريا ومفاجأة كبيرة كان المفروض نعلنها دلوقتي هنعلنها الحلقة اللي جاية وهنقول لكم عليها انتظرونا 12 11 والمهندس جهاد زكريا شكرا لحضرتك على الحلقة القيمة وان شاء الله الحلقه اللي جايه تبقى حلقه قويه زي ما مع حضرتك معودنا شكرا, شكراً. تصبحوا علي خير ومساكو جميل